ومع مطلع عام 2020 كانت هيئة قناة السويس على موعد مع أكبر رحلة تطوير تعرفها القناة في تاريخها. احنا موجودين دلوقتي في القطاع الجنوبي اللي احنا بنعمل فيه التطوير، مشروع عملاق بنعمل فيه تطوير من كيلو 122 تركيب القناة لكيلو 162. أول حاجة فيه ان احنا بنعمل توسيع على جهة الشارع 40 متر ونعمق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 27 متر، وده هيحسن حركة الملاحة بنسبة 28%. القسم الثاني من أعمال تطوير القطاع الجنوبي هو أعمال الازدواج من الكيلومتر 122 حتى الكيلومتر 132. ويعد مشروع تحديث أسطول الوحدات البحرية وتطويره الركيزة الثانية في استراتيجية التطوير، حيث تعمل هيئة القناة على دعم الأسطول البحري للهيئة والأحواض العائمة لصيانة السفن العملاقة بحمولة تصل إلى 35,000 طن داخل ترسانة بورسعيد البحرية. ضمننا حوض جديد اسمه فخر القناة 35,000 طن لترسانة بورسعيد عشان يضيف خدمة مضافة للسفن في عمليات الإصلاح والصيانة، ويشتغل في عمليات الإصلاح والصيانة، وبالتالي دخل دخل إضافي لترسانة بورسعيد والهيئة كونسول. احنا في آخر 5 سنين شفنا بناء جديد للقاطرات، زيادة عدد القاطرات لهيئة قناة السويس، اللي كل العاملين فيها بيفخروا بالعمل في هذه الهيئة أو هذا الكيان العظيم. شفنا كمان أحواض وتطور في الأحواض لقسم الإصلاحات وبناء السفن. شفنا تطورات في المعدات على جميع أنحاء الترسانة في جميع أنحاء الورش. كما هدفت خطة التطوير نحو التحول الرقمي بما يسهم في تيسير إدارة القناة بالربط بين جميع مواقع العمل في مدن القناة الثلاث، وإتاحة الخدمات الإلكترونية للملاحة العالمية من خلال إنشاء شبكة الاتصالات الموحدة للهيئة. وتستهدف هيئة قناة السويس تعظيم الموارد الاقتصادية للقناة من خلال تقديم كثير من الخدمات اللوجستية للسفن العابرة. يعني احنا بنقول في حوالي من 25 ل 28 خدمة ممكن تأديها القنوات كلها أو المواني، وبالتالي احنا ما كانش في عندنا ولا خدمة، أصبح عندنا دلوقتي حوالي 6 ل 7 خدمات. وتوافقاً مع الرؤية الهادفة لتعظيم الموارد الاقتصادية للقناة وتنويع مصادر دخلها، دشنت هيئة قناة السويس عدداً من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت، كإنشاء مارينا اليخوت في الإسماعيلية، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة اليخوت في مصر. ورغم مرور السنوات تستمر قناة السويس في استقطاب أجيال جديدة من الشباب الذين ارتبطت بها مصائرهم.